غيرت بصمودها المعادلات. 2 نيسان 1981 تاريخ ارتبط باسم جارة الوادي اللي تغزل باسم الشعراء واللي زفى نبل ترابة عروس للبقاع. 2 نيسان اليوم محطة مع زحل المقاومة وذكرى 90 يوم ويوم اللي عاشتهم زحلي بسنة 1981. شريط صوروا الشباب خلال المعركة هيك بكل عفوية، ونحن هلأ رح نعرض عليكم بدون أي مونتاج بعفويته لأنه صار جزء من تاريخ 90 يوم ويوم. ألف وتسعمية وواحدة وثمانين، سوريا مسيطرة على سهل البقاع وزحلة حاجز على طريق أطماعة. زحلة هالمدينة اللي بتحضن 200,000 مسيحي صارت هدف ملح وضرورة استراتيجية بالنسبة لسوريا. الوصول لهالهدف كان عن طريق محاولة خنق زحلة وفرض طوء عسكري على هالمدينة. تسعة وعشرين أذار 1981 كشف السوري كل أوراقه وبلش يقصف زحلة، وكانت بداية معركة. معركة كان في لكل واحد دور، رجال شباب شيوخ نساء وأطفال. الشباب على المتاريس، الباقيين توزعوا العمل على كيس الرمل، المتاريس تأمين الأكل ومعالجة الجرحى. زحلة اتحصنت وصار فيها تصمد. زحلة المعودة على البردونة والحياة هجرتها مظاهر الحياة، والأسواق انشلت فيها الحركة. الزحالنة تركوا البردونة أو بالأحرى نقلوه على الملاجئ، وملجأ الضيق بيساع بزحلة. سبعمية شخص لمدة 3 أشهر بملجأ واحد، وهيك قدروا يعملوا زحلة تحت الأرض. الأرض بقيت مع قرصة برد البقاع اللي بتقص المسمار، وكان مرفقة صوت الأنابل وأزيز الرصاص وأصوات المعاول اللي عم تحفر وتفتت الصخر. 8000 متر من الخنادق كانوا طريق زحلة للصمود. 8000 متر حفرتهم عزيمة الزحالة، لأن الجرافات كان مستحيل استعمالها بهالمناطق المكشوفة. لكن الخنادق لازم تتأمن لأنها بتضمن التحرك السريع للمدافع عن زحلة وبتشل قدرة العسكري السوري. المهاجمين ميات وآلات، والمدافعين عشرات وإيمان.
استراتيجيا سيطر السوريين على زحلة من خلال نقاط تمركز مهمة بتكشف كل المدينة: خزان المي بالحمار، نقطة تمثال العذراء اللي ممكن التحكم من موقعه بعمق زحلة، ومرتفعات قاعرين. بلدة قاعرين كان إلها حصة من القصف والتدمير اللي استهدفت المستشفى فيها. وإلى جانب تحصين البيوت كان كمان تحصين السيارات، وبالأخص سيارات الإسعاف لنقل الجرحى. هالسيارة لوقاية القناص اللي كان مركز على هالتلة حصنوها أهالي زحلة وصفحوها بجراجات المدينة. وهيك كان يتم نقل الجرحى اللي لازم يتعالجوا رغم المستشفى المدمر. الأهالي بمساعدة الصليب الأحمر أنشأوا مستوصف تحت الأرض وحضروا غرف لإجراء العمليات الجراحية. إسعافات أولية بالصليب الأحمر وبالشيف المفروض. وبما أنه الرحلة كلها كانت بالعناية الفائقة، لازم كان يتأمل لدم من باقي الجسم اللبناني. فهبوا شباب من القوات اللبنانية من مختلف المناطق وتوجهوا على زحلة، وتألف منهم قوة مساندة عناصرة بيتسابقوا على الشهادة. والوصول على زحلة ما كان بالأمر السهل. الطرقات مقطوعة من كل الجهات إلا من الجرد العالي المغطى بأمتار الثلوج، وانضرب مثل جديد بالتاريخ العسكري: مشاة بيحملوا على كتافهم أسلحة وعتاد وتموين لأهالي زحلة وحليب لأطفال المدينة المحاصرة. واثنين من هالشباب تجلدوا بالتلج، صورة ما لازم ننساها لأنها جسدت روح المقاومة الزحلية اللي كانت معزولة عن العالم، وروح المقاومة اللبنانية اللي اخترقت بأعجوبة عسكرية نادرة كل المستحيلات لإنقاذ زحلة.